تواصل هيئة البحرين للثقافة والآثار استعداداتها لانطلاق مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته الثانية والثلاثين الذي تبدأ فعالياته في الأول من أكتوبر المقبل وتستمر حتى العشرين من الشهر نفسه ويتضمن المهرجان أمسيات وحفلات من مشاركين من مختلف دول الخليج والوطن العربي والعالم بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تستضيف المملكة بالتزامن مع مهرجان البحرين الدولي الثاني والثلاثين للموسيقى مهرجان الموسيقى والفنون الشعبية الخليجي حيث ستساهم مجموعة من الفرق الموسيقية الشعبية من دول الخليج ومن الأردن والمغرب كضيوف شرف في إثراء برنامج المهرجان بأنماط موسيقية مستمدة من الم. غروت الثقافي الثري للمنطقه